قتل الشاب السوري سلوان اللوجي في مدينة زولينغن الألمانية، ذلك في 11 من آب الحالي على يد مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية اللبنانية. قالت مصادر من أقرباء وأصدقاء الضحية لتلفزيون سوريا إن المغدور كان عائدا من عمله بورشة صيانة سيارات في يوم الحادثة ليعترض طريقه 5 شبان من عشيرة آل الزين اللبنانية ويفتعل مشاجرة معه، ثم يطعنوه عدة طعنات في الرأس والرقبة والقلب أدت إلى وفاته. هذا وضجت أوساط السوريين في أوروبا بجريمة قتل سلوان اللوجي على يد من وصفهم بالمافيا وسط استنكار حاد لما اعتبروه غياب الشرطة الألمانية عن المشهد وعدم محاسبتها للجناة حتى الآن. الحديث أكثر حول هذا الموضوع المؤلم ينضم إلينا قصي اللوجي والد الضحية سلوان، هو معنا من مدينة فرانكفورت الألمانية عبر الهاتف. سيد قصي، بداية عظم الله أجركم والبقاء لله، لو تعطينا إذا سمحت تفاصيل ما حدث بالضبط. أخي الكريم، نحن كنا عايدين من الورشة في فوبرتال، يعني تقريبا يعني المغرب، يعني كان حوالي 9:15 يعني تقريبا كان الوقت. احنا كنا بزولينغن عايدين من الورشه من فوبرتال، ورشه السيارات. بتعرف انا نزلت وهو نزل، انا بدي ارجع اروح على البيت يعني على بيتي، الا تفوت ابوي عزم علي افوت على البيت لعنده. قلت لك ابوي انا ما بدي افوت، بدي اروح، والله ماني فايت، ودك تفوت ابوي بدي يعزم علي يعني ابني. تعرف انا طبعا باتباع ماشي باتجاه الشارع، يعني طبعا في شباب واقفين على جنب الشارع وانا طالع من بيته بجنب الشارع على ايدني اليسار واحنا باتجاه الشارع. انا طبعا لا الشباب اعرفهم ولا يعرفونا ولا عندنا شغل فيهم بصراحه، يعني أنا قطعت الشارع، ابني وراي وصديقه وراه، صديقه كمان وراه. فيقول لي أبوي ارجع، يعني خلاص ارجع وبعدين روح. قلت له ماني راجع ولاني فايت، بدي أروح. شاف الباص ابني، لما شاف الباص طلع صوته قوي علي. فأنا بإدارة صوته القوي علي، أنا منطي ظهري بهالحالة. لما طلع صوت قوي علي اندرت عليه، يعني تطلع علي تحكي علي. عم طلعت عليه لعم شفت الشباب يعني عم واجهينه وعم يضربون فيه، ركضت باتجاهه تأخلص الشباب انه انتم مشان ايش تضربون ابني؟ شو بدكم بابني؟ شو جينا بطريقكم؟ طبعا سحبت واحد من الشباب عنه طلعته لوراي، تأخلص اثنين الفوكه اللي معه عم يحكوا يضربون فيه. انا يعني كل بالي ضرب بالايدين يعني بصراحه. أنا بعدتهم، هذا الشاب اللي صار وراي ضاربني بالسكين على كتفي. أنا ماني شاعر بيها، يشهد الله علي، ماني شاعر فيها أبدا. لما خلصت اثنين الشباب شفت طلعت ورا سمعت صوت هذا الشاب صديقه لابني، شفت الشباب هون عم رامينه بالأرض وعم يضربوه، شفت السكاكين هون بإيديهم. يا رجل انا يشهد الله علي ما عاد اعرف ويلي ابني ويلي الشاب، وانا اذا كنت مضروب انا ما كنت شاعر فيها والله العظيم. فاتجهت على ابني، لك ابني فيك شيء؟ ما شعرت فيه شيء، لانه ما مسك بالبدايه شيء ابدا. قمت رحت عليه اتوقع خلصت اثنين من فوقه، بس مخ عقلي وبالي صار عند ابني بصراحه. جميع افراد العصابه مسلحون سيد قصي، جميعهم مسلحون، معهم سكاكين. اربع شباب المسلحين، الاب ما كان مسلح بس كان يضرب بايديه، يعني يضرب بايديه الاب. نعم، اربع شبان معهم والدهم. طبعا اربع شبان احنا ما نعرفهم، والدهم كان بالبدايه ما كان بالبدايه، احنا ما نعرفهم بالاصل، ما نعرفهم يعني احنا بالاصل ما نعرفهم، هاي عرفنا المعلومات من هالناس اللي موجودة يعني طبعا.
انه ثلاثة اولاده وواحد ما بعرف شيء يقرب له. نعم. الشاب الرابع ثلاثة اولاده والشاب الرابع ما نعرف. نعم. طب يعني هون ابني مسك مكان القلب تحت القلب. انا ما ظل فيه عزم ابدا لما شفت ابني، قلت معناته ابني مضروب لانه ما كان في دم ابدا. قمت سحبته وجبته على الرصيف. قعد هالقعده بلش الدم ينزف. نعم. انا لما شفت الدم ما ظل فيه عقل ابدا، طبعا انا مضروب ومجروح والدم ينزف من كتفي بصراحه وما بشعر فيه. نعم. ما بشعر فيه ابدا، يشهد الله علي. نعم. طيب والله قعدته قعدت بالارض، صرت اصيح على العالم يا اخي اتصلوا لي على الشرطه على الشرطه على الشرطه. طب الشرطه يعني سيد قصي ان سمحت لي، الشرطه ماذا قالت لكم؟ ما هي دوافع ارتكاب الجريمه بالنسبه لهذه العصابه المسلحه التي قتلت الشرطه ما حكت معانا ابدا ولا كلمه، ولا حكت الا هي دوافع، ايش الدوافع ايش الهاي، ما حكت معانا. وبعدين اجوا متاخرين يعني، واجت الصحيه متاخره شي نص ساعه بعد الاتصال، او طبعا يعني قدرت نص ساعه، في ناس تقول 25 دقيقه. نعم. تاخرت الصحيه الى ابني ينزف وانا انزف، واجوا بلشوا يريدوا يسعفوني. قلت لك يا اخي لا تسعفوني، انا اسعفوا ابني. نعم. سعفوا ابني، انا بدي ابني. طبعا انا ما اعرف اتكلم الماني بصراحه. نعم. كان في شاب عم يترجم لي عربي، عم يترجم لي الي وللشرطه وللصحيه. الى الان يعني للتوضيح اكثر، الى الان الشرطه لم تتحدث معكم ابدا عن الاشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمه ودوافعهم، ام في وقت الحادثه لا فقط؟ لا 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 ابدا، احنا تبين انه الجماعه من بيت الزين، تبين انه الجماعه من بيت الزين. يا اخي شو بيت الزين يعني؟ صارت الدوله الالمانيه تقتل العالم بدون سبب، صارت مافيا يعني. يعني ما بعرف الدوله الالمانيه لحد الان سكوت، ويعني سكوتا هذا الامر انا يشهد الله مستغرب. ورغم طالبتهم يعني انه اخي انتم دوله المانيه ونحن جينا لبلد على اساس الامان هون عندكم، يعني نقوم نجي نقتل ببلدكم. طيب يا اخي والله انا حكيتهم للبوليس الالماني طبعا بلغه العربيه، بس كان شخص يترجم. طيب سيد قصي يعني طالما انه لا يوجد تجاوب بحسب ما تقول من الشرطه الالمانيه، هل قمتم بوضع محامي لمتابعه هذه القضيه؟ احنا قمنا بوضع محامي، احنا متابعين، بدنا كنا محامي بصراحه. اليوم مكننا المحامي، هذا محامي كنا متابعين وما كان يعني تعرف انت مو هون في امور اخرى، يعني انا ما بدي احكي على الهوى بصراحه، يعني في امور اخرى. اليوم المحامي وافق وبعث لنا الاوراق. نعم، يعني ان كنت تعطينا بعض المعلومات حول هذه التفاصيل، ان كان لا يوجد اي ضرر لكم بخصوصها سيد قصي، من اجل يعني صحة القضية ومتابعة القضية، ولكي لا تذهب روح سلوان هدرا بحسب ما تم من هذه الحادثة. أنا أطلب من الدولة الألمانية، أنا عم أطلب من الدولة الألمانية والحكومة الألمانية والأمن الألماني والبوليس الألماني إنه يعملوا جهدهم على إلقاء القبض عليه ووضعهم بالسجن حتى تهدى النفوس يا اخي، ونشعر بامان بهذا البلد اللي احنا جينا عنده. هذا المطلوب ابدا. نعم، اشكرك جزيل الشكر قصي اللجي والد الضحيه سلوان، كنت معنا من مدينه فرانكفورت الالمانيه، شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا. إلى مشفى باب الهوى، وأنجاز الأطباء هناك في زرعهم حلزون الأذن لخمسة أطفال.